بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم أمين يا رب العالمين. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي كتاب قلوب عامرة. اليوم إن شاء الله هنختم تصحيح سورة الإنسان، فأستسمح حضراتكم استحضار المصاحف معنا لمتابعة التصحيح، وبنذكر حضراتكم بالرواية التي نقرأ بها، وهي رواية حفص عن عاصم القصر المنفصل. يلا يا شباب عشان نبتدي التصحيح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه تذكرة. إن هذه تذكرة. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن الله كان عليما حكيما. إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته. يدخل من يشاء في رحمته. والظالمين أعد لهم عذابا أليما. والظالمين أعد لهم عذابا أليما. عذابا أليما. عذابا أليما. يا لطيف، فعلا أحسنت. ربنا جعلنا من أهل الإيه؟ البر والإحسان والإيمان، مش من أهل الظلم والعصيان. آمين يا رب العالمين. عبد الله. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن الله كان عليما حكيما. يلا يا لينا. وما تشاءون. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هقف على الله عشان الهاء حرف من حروف الهمز. الله. الله. أيوة. إن الله كان عليما حكيما. عليما حكيما. لازم أظهر نون التنوين عشان جايلي وراه حرف من حروف الإظهار، الحرف الحاء قدامكم. عليما حكيما. عليما حكيما. يلا يا مريم. يدخل من يشاء. يدخل. يدخل من يشاء في رحمته. أيوة. والظالمين أعد لهم عذابا. لا 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 لا، عذابا أليما. لا إدغام ولا غنة ولا إخفاء، حكمها هنا التنوين إظهار، لأن جاي وراها إيه؟ همزة، حرف من حروف الإظهار. والظالمين أعد لهم عذابا أليما. ليش يا النوس؟ إن هذه تذكرة،
فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. يلا يا سادة. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم وبلغ رسوله كريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا يا مولانا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا الله يا كريم. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا ويوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى جميع الخيرات دليلا وإماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. اللهم آمين يا رب العالمين.